بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. الحضور الكرام، السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أثناء التعريف من الأخت الكريمة لحضرتي، حبيت أضيف بس تعريف بسيط، هو له علاقة بإدارة الوقت. أنا مدرب رياضات قتالية، فأرجو من جميع الإخوة والأخوات والإخوة المفضلين أنه يلتزموا بالوقت بشكل دقيق جدا حتى نستطيع أن نخرج هذه الجلسة بأبهى صورة. وإلا سيدي، هذا تهديد غير مباشر سيدي. بالأمس حقيقة الدكتور حسين قزاز أحيا روح الفكر والثقافة والمعرفة من خلال الطروحات اللي يعني كانت فيها إعمار للعقل، وبالواقع أنه كانت في دفعة إيجابية كبيرة جدا من خلال هذا الطرح ومن خلال مفهوم التنمية بذلك الوقت. وأذكر جيدا أنه دعا لإعادة النظر في مفهوم التنمية. هذا الكلام حقيقة بيعطينا فضاء واسع إحنا كقيادات شبابية أنه نبدع ونقدم شيء قد يكون له أثر في خدمة الإنسانية بالمستقبل. ولذلك أنا بحييه من الآن. واليوم لدينا قامة علمية وعملية، هذه القامة لها أيادٍ بيضاء وبصمة واضحة في أعمالها. الدكتور سيد، تفضل دكتور سيدي. الله يسلمك، فكرت بكلام الدكتور هاني البدر اتكلم. طيب الدكتور سيد، أنا يعني عندي سي في كبير جدا سيدي، وأنا حقيقة حاب أعرفه بكلمات بسيطة. اسمحوا لي أيها الأفاضل، أيها الوجوه الطاهرة المتوضية الكريمة، أن أعرف بالمفكر وصاحب الفكر في الإغاثة والتنمية الدولية الدكتور سيد، والميكروفون سيدي الكريم معك. وفي الحقيقة لما نتكلم عن التدريب أو مواصفات التدريب، أنا مش عارف متصور هربطه إزاي بتنمية الموارد، ومعنا حوالي 25 دقيقة، فأنا حاول أكون يعني أختصر بشكل كبير، لكن تعمدت أحط عند حضراتكم الحاجات بتاع الأكاديمية اللي هي الأجندة دي والبروشور، وبعتنا تقريبا هيوصل لكم بالإيميل ولا حاجة البرامج التدريبية اللي احنا متصورين إن الإغاثة الإسلامية أو الأكاديمية الإنسانية للتنمية بتعملها في هذا المجال. لكن أختصر سريعا بقدر الإمكان عن دور ومواصفات التدريب. يعني أنا مش عايز أخش نظري لماذا التدريب وأسباب التدريب، يعني ده جزء أنا تيالي أنتوا أعلم بيه مني، لكن عايز أقول قصة صغيرة كده. إن كان حد جه يتقدم لمؤسسة إغاثية، أنا فاكر هنا في اسطنبول، وتقدم وكان في إعلان، والإعلان بيقول عايزين حد له علاقة بالإغاثة ما تقلش عن 5 سنين. فجي حد وأنا الحد ده أعرفه، وتقدم على المؤسسة وراح على السكرتيرية اللي بتقدم الجمعية وقال الاستيفاء. البنت السكرتيرية بتاخد الحاجات بتاعته، فهو بيملى المسألة، قالت له أنا آسف طلبك مرفوض. قال لها ليه؟ أنت عايزة 5 سنين؟ أنا عندي 25 سنة خبرة. قالت له معلش، خناقة وشغلانة، لحد ما جه رئيس الجمعية قعد معاه، خد الراجل اللي شربه قهوة جوه، فبدأ يشوف يتكلم عليه، فاكتشفنا التالي، قال له أنت فعلا شغال بقالك 25 سنة، لكن في الحقيقة احنا 5 سنين خبرة، انت عندك 25 سنة خدمة. قال له يعني ايه خدمة؟ ما انا شغال. قال له انت اول ما اشتغلت خدت خبرة كويسة، بس اللي انت اتعلمته في 3-4 اشهر قعدت شغال عليه شغال عليه شغال عليه، فانت عندك 25 سنة خبرة خدمة، لكن في الحقيقة عندك سنة أو سنتين. طبعا الرجل ده كان كبير، اللي بيقول له يسمح له الكلام أن يوصله ده. أنا شخصيا لما حضرت ده عرفت معنى الفرق بين الخدمة والخبرة، لأن الناس بيشتغلوا كتير جدا وبيطولوا في الشغل جدا، بيقول أنا خبير دولي. لا يا عم الحاج، أنت اشتغلت شغل كويس، بس أنت عملت حاجة زي المدرس اللي اشتغله بيعمل بنفس الطريقة، ما طورش نفسه. التدريب معناه الدكتور اللي اتخرج كلية الطب بتدي الترخيص احيانا لمدة 5 سنين، لو ما خدتش دورات تترفد. لكن احنا للأسف في العمل الإنساني، عشان ما فيش كلية، في كلية بتطلع دكاترة وكلية بتطلع مهندسين، ان الكلية اللي بتطلع العاملين في العمل الإنساني تقريبا ما فيش.
فالتدريب معناه ان بيحول الخدمه بتاعتنا الى خبره بهذه البساطه. عشان كده ممكن حد يشتغل في الحياه 3 سنين ويكون عنده 3 سنين خبره، بالعكس ده ممكن يختلط بالدكتور هاني والدكتور فلان ما يبقاش عنده 3 سنين، ده يبقى 4 سنين و5 سنين، والعكس ممكن حد يشتغل 10 سنين لكن في الحياه ما عندوش خبره. التدريب او التاهيل او الاكاديميه الانسانيه للتنميه فكرتها وجوهرها او الفكره اللي قالها اخونا حكيم امبارح ان نخلي الناس عندهم خبره، وفرق بين الخبره والخدمه. احنا نتكلم هنا يعني ايه خدمتنا نحولها لخبره، كيفيه تحويل دي لدي بالبساطه كده، ودي فكره التدريب اللي بيعمله. انجاز الكلام، احنا نقول ازاي البني ادمين في الدنيا كلها بيكتسبوا الخبره اللي احنا قلناها عشان ما يبقاش خدمه. اول حاجه الاصول يكون في مرور بتجربه عمليه، يعني لو حد خد MBA وخد MCA وخد كل حاجة عشان يتعلم في الإغاثة وبعدين بعته بنجلاديش يمكن ما يبقاش يعرف يشتغل، لأني عنده معلومات نظرية ما فيش. فالأصل يكون عندك خبرة. وعشان كده أنا فاكر في بريطانيا دكتور هاني الناس بيخلصوا الثانوية وبيشتغلوا، وبعد ما بيشتغل يختبر حاجاته كده يكتشف هو اتعلم حاجات، يقوم يخش كلية اللي تتوفيه. والناس اللي اتعلموا كويس في الحقيقه ما حدش بيتعلم اغاثه وتنميه يخش الكليه يتعلم ويطلع يشتغل، الاصل بنشتغل. وحضراتكم كلكم والناس اللي وراكم كلنا اشتغلنا وده الاصل. اذا التدريب ينفع على اللي اشتغل وحس بالحاجه، ساعتها التدريب يجي يحول الخدمه دي الى خبره. فاذا ما كان في خبره، اذا كان في تجربه عمليه، يبدا يحدث نوع من التفكر. يوم ما يحصل التفكر والتدبر في اللي عمله، يوم ما كان بيشتغل في تنميه الموارد وبيقدم بروبوزل هنا وبروبوزل هنا وده نفع وده ما نفعش، يقول دي نفعت ودي ما نفعتش. يوم ما ينزل يقدم اغاثه، يوم ما يشتغل، يوم ما يبدا يفكر، هنا تبدا الخبره تتعمل، يبدا يبون الخبره. لكن لو اشتغل في الاولانيه في اللي فوق دي 10 سنين هيفضل في الخدمه مش في الخبره. فاذا ما يستلزم ان هو يستخلص الدروس والمعاني وبعدين يختبر الاستنتاج ده. الدايره الرباعيه دي هو الناس بيتعلموا فيها، واللي عايز يتعلم في الاكاديميه او غير الاكاديميه بيصعب جدا انك تعلم نظري. لكن اللي اتمرمط، الدكتور عبد المنعم راح تونس واتمرمط في تونس، وراح اليمن واتمرمط في لبنان واشتغل في لبنان، لما يروح في كندا ويقعد يقول لك كده دونر ريليشن، هو عارف يعني ايه دونر ريليشن، دونر مابنج، هو اتلت في الدونر مابنج واتهم في ده. اخونا مصطفى لما يروح في الميدان ويرجع يبقى عنده قدره كبيره. فهذه الدايره دي معروفه، لكن يتطلب ايه؟ يتطلب من المرور للخبر من بالتجربه، وبين استخلاص الدروس في تفاعل، وايضا بين التفكر والتدبر واختبار الاستنتاج لازم يكون تفاعل. الاول في ادراك مستمر، اللي بيشتغل وده مش مركز مش هينفع. لما ربنا سبحانه وتعالى بيقول للناس اللي بيروحوا يجاهدوا في سبيل ربنا كانه كده بيقول انتوا جاهدتوا، لا بلاش كلكم تجاهدوا، خلوا شويه كده يقعدوا. ولولا نفر من كل فرقة طائفة، ليه ما يجهدوش؟ لا، ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. إذا مسألة التفكر والتدبر، عشان كده أنا فخور إن أنا شغال مع إسلامك ريليف، وكل شوية أقول لك أنت عندك ديفلوبمنت، عندك بي دي بي، عندك بيرسونال ديفلوبمنت بلان، هل بتقعد ساعة بتتدرب بتقرأ بتتعلم؟ أحيانا إحنا زي ستيفن كوفي بيقول إحنا شغالين ما بنسنش المنشار. التدريب يعني بتسن المنشار. مسألة الإدراك المستمر هو اللي هيخليك تحول التجربة الفعلية للدروس، مش محتاج تدريب. وأنا بسأل، لو سألت أخويا الدكتور هاني، دكتور هاني خدت كم دورة تدريبية عشان تعمل إغاثة؟ أشك. كل الناس اللي عملوا، كل الاقتصاديين، واتقوا الله وإيه؟ ويعلمكم الله. مسألة الجهد، عشان كده رغم ان انا واحد متخصص بالتدريب ورغم ان الاكاديمية بتاع التدريب بقول التدريب بيبدأ، لان هناك فرق بين التعليم وده كان في الابتدائي والتعلم. الناس هتتعلم، محدش هيعلمك، انت اللي هتتعلم. وشوف كتاب ربنا كده تلقاك يقول لك علم بالقرم، علم الانسان ما لم يعلم، علمه البيان. اذا الدرجه الاولى اتوجه الى الله سبحانه وتعالى واساله عز وجل ان هو يعلمني، وبعدين في التجربه ويكون في ادراك، ده اللي هيعلم. مفيش دوره في الدنيا هتعلمك، مفيش لا بكالوريوس ولا ماجستير ان لم يكن انت هتتعلم. كانوا بيقولوا في نكته كده، اللمبه المحروقه تحتاج كم دكتور نفسي عشان تتغير؟ واحد ولا اثنين ولا ثلاثة؟ يقول لك والله ولا 20 دكتور نفسي لو اللمبة مش عايزة تتغير. إذن التغيير بيجي من البني آدم نفسه. إذن ده الإدراك. حاجة تانية، العلاقة بين التفكر وبين الاختبار لابد يكون فيه عملية مستمرة في المعالجة. إذن هذا التفاعل وهذه الديناميكس اللي بتبدأ من البني آدم هو ده الأصل في التدريب. علشان كده
في انماط تعلم، في اثنين خبراء، واحد اسمه هاني والتاني اسمه مفود، بيقول ان الناس بيتعلموا باربع طرق بعد ما هو قال السلسله اللي بتحصل دي، لكن في بعض الناس بتتعلم بطريقه اكتر من اخرى، وكل واحد فينا له طريقه بيتعلم اكتر. في واحد بيتعلم بالتجربه، ده بيسموه المجرب، لما يجرب يتعلم هو كده يعني، وده لازم نعرف المود اللي هو بيتعلم بيه. في واحد لا، ده لما بيتفكر ويفكر كده كويس ويقرا كتب يتعلم. في ناس بيتعلموا بالقرايه اكتر، في ناس بيتعلموا باستخلاص الدروس ويشوف الناس اللي عملوا ايه وهو يتعلم منهم. هناك طرق مختلفه، وعشان كده في التدريب اللي بتعمله الاكاديميه وغيرها لازم تراعي الناس بيتعلموا بطرق مختلفه. عشان كده التعليم التقليدي ان يجي واحد محاضر زي ما انا واقف كده ويتكلم ويعلم الناس ما بتنفعش. اللي موجودين الكرام الافاضل كل واحد له طريقه تعلم مختلفه، لابد ان التدريب يراعي تلك الطريقه. عشان كده انا بقول دي حاجه تانية، ان التايم فاكتور مفيد. يعني رغم ان انا قلت الخبره والخدمه، لكن في الحقيقه لما بدانا سنه 90 لسنه 2000 لسنه 2010 لسنه 2020 اعرف ان البادئ، عشان كده الشباب الصغيرين اللي بادئين في الاول صعبه، لكن صدقني السنه الجايه هيبقى اكتر. فالتايم فاكتور والممارسه له مساله مهمه جدا في التدريب. وانا بقول للناس اللي بيتدربوا، لو انا عملت وده جراف حلو جدا، لو عملنا جراف بعد بين اللي عنده معلومات واللي بيمارس، في بعض الناس بيمارسوا وبيعملوا إغاثة وبيعملوا تنمية وبتاع وكلام زي كده، وفي بعض الناس أرم كتير جدا. ولو تصورنا إن هم في بعض الناس عندهم معلومات كتيرة ولا بينفذوش في الأرض، وناس بينفذوا في الأرض وما عندهمش معلومات كتير، لو عملنا تبادل كده بين الأربع اختيارات، مين بيستفيد بالتدريب؟ مين يشعر بالتدريب؟ مين عنده وعي بالتدريب؟ في الحقيقة الراجل ده هو دي الحالة المثلى، أو الست دي اللي هو بيشتغل في الأرض كويس وعنده معلومات كتيرة، وكلنا بنرن إنه يكون ده. بينما الراجل ده أو الست دي اللي هو لا بيشتغل ولا عنده معلومات، ده ضايع. التحدي بين الاتنين دول، الحاج الكبير ده اللي هو عنده معلومات كتيرة جدا وقاري، وكل ما تقول له استراتيجيك بلاي يقول لك ما أنا عارفها، تقول له دولار مابنج ما أنا قريتها، هو ما بيشتغلش في الأرض. ده من اصعب الناس اللي يتعلموا في التدريب، ده ما تدخلوش في التدريب، لانه كل ما تقول له حاجه هيقول لك. في الحقيقه اللي يشعر هو البني ادم اللي اشتغل وطفح الكوته وعنده مشكله، اللي جاي هنا وعنده ثلاث اسئله محدده. وانا قعدت مع ناس، في حد جاي عايز يجاوب على سؤال، اذا حضرت دوره تدريبيه وانت ما عندكش سؤال عايز تجاوب عليه مش هتستفيد. اذا لابد ان يكون ممارسه في الاول، وانا جاي عندي سؤال محدد، اما جاي كده على بركه الله قول لي اللي انت عايز تقوله، ما بتنفعش. دي من مما هو قبل التدريب، عشان قبل انت ما تيجي التدريب او انت رئيس مؤسسه لازم الناس اللي بتختارهم عشان يروحوا تدريب لازم يكون عندك سؤال. انا عايز اخد دوره تدريبيه عندكم في كندا يا عبد المنعم، تعالى. لازم تقول انت عايز ايه، ايه مشكلتك، ايه الحاجه اللي عندك اللي رايح تحلها، ولا انت رايح عشان تاخد شهاده. التدريب اللي احنا بنقوله في الاكاديميه ناس شغالين في الارض وعايزين يتعلموا. علشان كده انا بقول الفجوه المحدده البسيطه والقوية اللي بيعملها التدريب، التدريب ما بيحلش المشاكل الدينية. في ناس بيبقى عندهم مشكلة في المؤسسة يقول يا دكتور سيد عايزين الأكاديمية تيجي تعمل لنا برنامج. في الحقيقة الأكاديمية وأي أكاديمية بتعالج نقطة محددة بالتدريب، في بعض الحاجات ما يقدرش التدريب يعالجها. برضو نفس الكلام بالنسبة للمعرفة والرغبة، وبرضو نفس الطريقة هنقسمها كده. لو قسمتها، لو في واحد يعرف المعلومات فعلا قاري ومثقف وهو عايز يشتغل، تبعته تدريب لده. رحنا دكتور إيهاب في الأكاديمية، حضرتك زرت الأكاديمية ولقيت واحد كويس وشغال ومش عارف إيه، ده مش عايز تدريب، مال ده عايز إيه؟ عايز إمكانيات، عايز أسورتي، عايز صلاحيات، عايز حاجة، ده هتدربه في إيه؟ ما هو عارف. فده ما تبعتوش تدريب، لأن ده إهدار مال وهو فعلا مش هيستفيد فيها بشكل كبير. ده في الطريقة اللي نختار مين اللي يروح التدريب. اما لو واحد قاعد لا بيعرف، وبعض الناس كده لا بيعرف ولا عايز يريد ومطنش هو جاي بيشتغل عشان كده، لا عنده معلومات ولا شغال، ده ضايع، سيبه. الجزئية التالتة بقى، لو في واحد يعرف ومش عايز، مفيش تدريب في الدنيا يخلي حد عايز. ده عايز جلسات قرآن، عايز تذكير بالله، عايز تقول له الفلوس اللي انت بتاخدها حرام، عايز تعلمه حاجة، لان هو عارف كل حاجة. فده برضو عشان كده لما تبعت ناس في التدريب، انا تعودت لما نروح الخليج نعمل دوره يقول طب ممكن نخليهم 10 10، طب ممكن نخليهم 20 واحد عشان يستفيدوا. نقول له يا اخوانا احنا عايزين التدريب ده 5، واحنا في الاكاديميه بنعمل حاجات لخمسه واربعه، يقول لك ما هو بالمره. فبيبعت لك بعض الناس دولك اللي بيفسدوا التدريب، وعشان كده دي رساله، اللي هيستفيد من التدريب هو ده،
البني آدم اللي عايز يعمل حاجة ومش عارف. الناس اللي بيتصل بيك يا دكتور عبد الرقيب يقول اعمل لنا دورة على تنمية الموارد، اعمل لنا دورة عشان نجيب من المانحين الدوليين، انا قدمته. هو عايز. فالعوزان ده، اعوذ بالله من العوز واللي بيقول العوز، المحتاج ده الذي يشعر بالرغبة انه يريد تغيير لكن مش عارف هو ده اللي يستفيد من التدريب. محاور التدريب ببساطة اما الانسان واما المنظمة واما المشروع. هذا باختصار جدا. يعني كل التدريبات اللي بتعملها الناس اما تستهدف فيها تطوير البني ادم، وفي الاكاديميه احنا بنعمل انس دبلوم العمل الانساني، يعني ازاي تخلي البني ادم ده كويس. وفي حاجات في المنظمه ممكن يكون البني ادم كويس، لكن المشكله في المنظمه ما عندهاش تخطيط استراتيجي، ما عندهاش موارد، ما عندهاش فاينانشال سستينابيليتي. اذا في حاجه للانسان وفي حاجه في المنظمه وفي حاجه للبروجكت او للتدخل اللي احنا بنعمله. أنا بقول الفرق بين التطوير والتعليم زي جبل التلج كده، التطوير حتة فوق، لكن مش كل اللي هتتعلمه وتطوره. أنت محتاج تتعلم كتير جدا، زي ما نخش كلية الطب بندرس 7 سنين عشان نقدر نستخدم 10%، ولا مش ممكن اللي هتتعلمه كله هتطوره هتستخدمه في التطوير. غالبا التطوير بيبقى جزء صغير من التعليم، عشان كده ما تستغربش مش كل اللي بتتعلمه بتقدر تطبقه، لأن بياخد جزء منها صغير. مين ندرب؟ قيادة المنظمة؟ ولا الصف الوسطاني ولا الصف التحتاني؟ انا شخصيا عندي تجربه مريره جدا لما الصف التحتاني يتدرب ويبقى القيادات اللي فوقه مش مستوعبه، تحدث مشكله كبيره. اذا كان ولا بد للاسف الشديد درب الصف الاول، لان لما بتدرب التاني هو كله مفيد طبعا، لما بتدرب التاني او الوسطاني بالذات ودي المشكله، لما يبقى الطبقه المتوسطه فاهمه لكن الراجل اللي فوق المدير اللي عنده الاثوريتي مش واخد باله، هيسبب احباط كتير. فيا ريت تدرب كل المستويات، لكن إذا ما كانش عندك فلوس فابدأ على الأقل بالرأس الذي إن صلحت صلح باقي الجسد إن شاء الله. فعلية التدريب أنا بقول كاب، في معلومات وفي اتيتيود وفي براكتس، في معلومات وفي توجهات وممارسة. المعلومات في الحقيقة في العصر اللي احنا فيه لو حد هيحضر دور عشان ياخد معلومات أرجوك ما تحضرهاش. يعني لا يمكن بعد التكنولوجي الموجودة دي وتحت المعلومات حد يروح عشان يسمع محاضرة بس، يمكن في بعض القامات زي امبارح كده ممكن نسمعهم، لكن في التدريب ياريت المدربين او الناس اللي تبعتهم ما يروحش عشان ياخد معلومات. ما المعلومات تاخدها من كتب وفي الاكاديمية وغيرها. المعلومات اللي لو انت هتقولها اذا كنت ممكن تقولها ابعتها قبل كده ريدنج، ابعته بورقة حاجات زي كده. امال ايه؟ التدريب يركز على الايه اللي هو الاتيتيود، وده اللي صعب قوي، والبراكتس، بحيث يكون في مجال عملي. ونهينا على من لا ينبني عليه عمل. التدريب في القاعات مفيد؟ مفيد، لازم نبدأ بيه. نبدأ بيه كافي good but not enough، لازم نبدأ بيه. لكن في الحقيقة إذا اكتفيت بيه، والنهاردة كان لنا حوار مع أخ بتاع مؤسسة فلسطينية هنا وقف فلسطين، بيقول احنا حضرنا معاكم دورة قبل 3 سنين، فبقول له أخباركم إيه؟ أنا يهمني الإمباكت، أنا كمؤسسة إغاثية تربوية تنموية اللي هي الأكاديمية، أنا مش مؤسسة ربحية. أنا قلت له أنت عملت في الدورة؟ قال لي كويسة، جاملني. وبعدين قلت له جبت فلوس؟ قال مش. قلت له ليه؟ قال في الحقيقة ما لقيناش عندنا وما. فنديته لا، ما هو الدورة اللي انت بتاخدها دي بداية عشان تعرف ما يجب ان يكون، لكن في الحقيقة بتاع القاعات دي لابد ان تستتبع بأمور تانية يمكن هنفصلها. لكن التدريب في القاعات مفيد ان تبدأ به، لكنه البداية لابد ان يستتبعه كما اتي هنا التدريب على رأس العمل. وفي الاكاديمي احنا عندنا انترن بروجرام، وانا اتمنى اللي فيك يزور بريطانيا يزور عندنا انترن. هات الشباب اللي لسه متخرجين واحدفهم في الاغاثه. دخلنا 25 واحد ودي البدايه كان من عند الدكتور هاني ربنا يبارك فيه. هات الشباب لسه خريجين حطهم في الحقيقه، اكتر من 18 اشتغلوا بقيت موظف. في برنامج الجداد حطهم في المرمطه. في برنامج تاني جوب شادوينج، اكتر من الشباب الصغيرين، لا واحد شغال في الاكاديمية في الوكالة بشكل كويس وفي تنمية الموارد بس عايز يشتغل اكتر، حطه هناك جوب شادو. جوب شادو يعني الراجل اللي بيكتب البروبوزل الزقه فيه، بيكتب ده يبقى فيه، يروح فيه يشوفه، يتعلم التكنيكال نوهاو مش في محاضرة، يتعلم من سبجكت ماتر اكسبرت. دي طريقة تانية انك تودي جوب شادو، ودي طريقة احنا ممكن نعتمدها في الوكالة لو الدكتور هاني سايلها في الاكاديمية والدكتور ايهاب، ان بعض المؤسسات يجي عندهم حد عشان يقعد في المؤسسة الكبيرة اللي شغالة وناجحة، يقعد مع واحد المحاسب يقعد مع محاسب. ودي طريقة احنا بنعملها انترنالي، لكن ممكن فعلا مع الوكالة نفكر فيها اكسترنال. جوب شادوينج
في عندنا المينتورنج، لا ده هو شغال وانا ببعت له خبير يمشي معاه، لا في كوتشنج دي مساله اكتر. والدكتور هاني فاكر لما كنا بدانا زمان كنا احنا لسه صغيرين وكنا كلنا اسلاميين وبس، ما كانت التحديات اكبر منا. فانا فاكر الاغاثه جابت لنا خبراء وكانوا انجليز، كان تقعد مع الدكتور حسام وتقعد مع ده، مش تدربه، هي بتكوتشهم، بتجيب ذا بيست اوت اوف هيم. فالتدريب اكبر كتير من مجرد التدريب في القاعه. بين المدرب المحترف والميداني، هل في الأكاديمية أو أنت لما تيجي تجيب واحد مدرب مشهور بيتكلم أحسن مدرب في القاعة؟ وإحنا عندنا تحدي وإحنا بنختار المدربين في الأكاديمية، في بعض الناس ستار، يعني أول ما يجي كل الدنيا تفتكره هو البطل، لكن إحنا في الأكاديمية وكل الناس بنختار السبجكت ماتر أكسبرت، لأن إحنا باعتبرنا ميراث الإسلامك ليف عندنا 40 سنة خبرة، بنجيب أحسن واحد محاسب اللي بيعرف من المحاسبة، هو مش مدرب بس ده بنعلمه يبقى مدرب، ما بنجيبش واحد مدرب ونعلمه محاسبة، بنجيب اللي بيكتب بروبوزل هو ما بيعرفش فبندي تي او تي ازاي نعلمه. المسألة دي مفيدة جدا، واحد بيتكلم كويس فاخليه يدرب كل حاجة، ابدا هات واحد خبير زي اخونا اسعد، معرفش اذا كان هو مدرب ولا هو ده خبير في ده. التدريب اللي انا بقوله يكون بتعتمد على السبجكت ماتر اكسبرت، على الميكانيكي مش على الراجل اللي قرا، على اللي راح الميدان واشتغل، هو ده اللي ممكن تدرب فيه. انا الاخ بيقول لي خمس دقائق، فربنا يستر ما يوقفنيش بالعضلات، يعني انا بقول يا ريت نفكر يا دكتور عبد الرقيب في رخصه العمل في العمل الانساني. يبقى في رخصه يعني زي رخصه القياده، لان مشكله العمل الانساني ان بيدخل مداخل مختلفه، الدكتور بيشتغل والمهندس بيشتغل وما فيش كليه للعمل الانساني وكلنا دخلنا من باب كذا. فيا ريت نقول طالما اخترنا ان انا اشتغل في العمل الاغاثي انا ما عدتش امسك السماعه، اذا انا لازم اتاهل، حرام شرعا ان انا اشتغل من غير ما اتاهل. تيجي نفكر في ده، واحنا في الاكاديميه لما اتعمل الاغاثه اتعملت عشان تؤهل الناس اللي تم اختيارهم، تيجي نفكر دبلوم العمل الانساني او الرخصه، بحيث زي ما في القياده في كوتشنج، ده كوتشنج اللي اقصده، حد يقعد جنبك يعلمك مش يقريك، يعلمك بحيث يكون عندنا تجربه في العمل ده. انا بعت بالايميل او بالواتس الدليل التدريب بتاع الاغاثه كلها وحطيت هنا، بس ما افتكرش الوقت يكون مناسب ايه اللي ممكن نتدرب، وما افتكرش ده وقت نتكلم فيه، لكن انا بتكلم بين التيتشر والفاسيليتيتور. احنا مش عايزين تيتشر في التدريب، احنا عايزين فاسيليتيتور، واللي قاعدين ما ينفعش يبقى ستودنت، دول ليرنر. عمليه التعلم عمليه ايجابيه مش عمليه سلبيه. توجيهات في التدريب، تالنت مانجمنت، انا لو هقول عناوين كده، يا ريت نفكر في التالنت مانجمنت، اللي عنده حد كويس في المؤسسه يعرف ازاي يطوره. وفي الحقيقه كل مؤسسات التدريب عندها قسم اسمه تالنت مانجمنت للموظفين الجداد والكبار وكلهم موجودين، يكون في تفصيل. ار ان دي لازم يكون عندنا درجه من البحوث، ده اللي عرضناها امس، ونقول والار ان دي انا بقول ايه الحاجات الحلوه اللي احنا ما بنعملهاش نعملها، او ايه الحاجات الوحشه اللي احنا ما بنعملهاش عشان ما نعملهاش عن وعي. لكن الاهم من ده يكون عندنا ال ان دي، وده اكبر قسم عندنا في الاكاديميه، ليرنينج وديفلوبمنت، يبقى عندنا التعلم، المؤسسه التي تتعلم والامه التي تتعلم والشركه التي تتعلم هي التي تستمر. وكان عندنا بيقول انت اتعلمت، يقول لك الحمد لله انا كملت تعليمي. اللي كمل تعليمه ما بيشتغلش، ما بينفعش. اللي خد بي اتش دي واستريح خلاص، لكن احساسك انك انت لسه بتتعلم. واخويا هاني كان امبارح بيقول عايز اقبل لحد ما اقبل ربنا. اسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياكم من السعيين الى التعلم دوما. انا بقول في طرق كثيره ان نتعلم اكتر من طريقه، اذا كنت لازم اختم في حاجات كتيره بس انا مش عارف يبقى في ايه. انا لقيت السلايد ده في كتاب اسمه سراوندد باي ايديوتس، لكن الجراف ده عجبني في الحقيقه وخدته. بيقول انك ممكن تتعلم بالطرق دي، مش هقولهم كلهم، من القرايه لمشاهده صور لفيديو لليوتيوب، تسمع محاضرات، تقول محاضرات، في طرق كتيره هنبعت لكم البرزنتيشن دي. لكن الراجل ده بيقول ايه؟ القرايه حط عليها 10%، بعد ما تقرا بيبقى لك 10%، لكن بيقول خد خط كده وقال اللي فوق الخط ده تعلم سلبي، لكن اللي تحت الخط ده تعلم ايجابي. وعشان كده التعلم لابد ان يكون انتر اكتف بوزيتيف، انت عايز تتعلم، مفيش حد هيفتح لك الدماغ ويحط لك حاجه. استقبال لفظي، يعني لو زودته مع القرايه حد قاله لك بتزداد النسبه من 10% ل 20%، اما لو في بصري كمان فبتزداد من 10 ل 20 ل 50%، اما لو ربنا كرمك ووصلت للاستقبال والمشاركه في النقاش
فده ممكن يوصله ل70%. أما إذا كان اللي أنا بدأت فيه بالفعل عملي ممارسة يعني تعمله نفسه، يعني التدريب ما يبقاش إنك جيت قعدت وعشان كده الجلسة دي أسوأ جلسة في التدريب، لأ ده أنت مسكتها وعملتها. بتتعلم محاسبة عملت حاجة، بتتعلم تدريب. ولو الأخ خالد كان هنا موجود يوم عملنا التدريب أول مرة في الإغاثة الإسلامية مع المؤسسات السورية، وإحنا قاعدين في التدريب خلناه كتب بروبوزل وبعد بروبوزل، وناس كان 13 يوم تدريبي وهم قاعدين كسبوا بروبوزل. تعملها، عشان كده لما تبعت حد يتدرب يعملها، مش يسمعها، مش يقولها، مش يشوفها، يعملها. واحنا في الاكاديميه في الحقيقه بنفكر في التعليم عن طريق الميتافيرس. الان بنبحث ازاي نستخدم الميتافيرس، اذا كنا مش قادرين نوصل للناس ازاي نقدر نحلها لهم بشكل ولا اخر. هختم في دي. استراتيجيه التعليم اللي انا متصور التدريب بشكل او اخر مفروض يكون بيسموها خماسيه. اول حاجه هي طالعه من كتاب في الحقيقه بتاع واحد اسمه بهجت مصري، ربنا يبارك فيه، من اعظم الكتب في التدريب لو حد يعرف يشتريه. اول حاجه لابد من التركيز. التدريب اللي ممكن تشيل منه سيشن وما يتأثرش التدريب شيله، زي البلاغة لو تعرف تشيل كلمة والمعنى لا يتأثر شيله. لابد أن يكون فوكس جدا، لابد أن يكون انتر اكتف، يعني ما ينفعش الراجل هو اللي بيتكلم لكن الناس كلهم يتعاملوا مع بعض، لازم التصميم هو بيتدرب كده. لازم يكون في ريفيجن، بتقول الكلمة وبتقولها تاني وبتقولها تالت، احنا نفس المعنى في السيشن الواحد تكررها مرتين او ثلاثه عشان تبدا تركز. بتقول بعد كده في سيكونس، انت بتعلم الناس، ما بيبقاش محاضرات ادبيه زي الشعر اللي احنا بنقوله، لا بتقول الخطوه الاولى وبعدين بتادي الثانيه وتادي الثالثه وتوصل. لازم يكون في تسلسل، في ورك فلو، في ثينكينج فلو. اخر حاجه لابد ان يحدث التحول. احنا جايين التدريب عشان عندنا مشكلة عايزين نحلها، زي ما قلت انا عندي مشكلة جاي احلها، فالتدريب لازم يتصمم بناء على احتياجات. انا مش جاي اسمع مغني، مش بيقول الدكتور فلان بيقول كلام كويس في الليدرشيب وفي الجوفرنس خليه قلنا، ابدا اوعى تسمع ده. انت عندك مشكلة، ان لم تحدد مشكلتك ورايح تحلها، لما تروح لما يحصل التركيز ويحصل التفاعل ويحصل مراجعة وتسلل، لازم قبل ما تطلع انت تتحول نفسك عشان تعرف تحول. بارك الله فيكم واحسن الله اليكم، والسلام عليكم ورحمة الله.